هو راجل شغال على قد ما بيقدر، بيعمل لنا في حاجة، بيشتغل في الأملاك الأمرية، بيدي خلص فيها للبلد، وبنحاول بحاول للمجاري والصرف الصحي عشان يخلصه. وظروف الدولة انتوا عارفين، يعني احنا عارفين ظروف الدولة، وربنا يقويه. الصرف الصحي عندنا المية طبعا بتقطع على طول، الناس يعني الربع اللي هنا ده مفيش ميه خالص، يعني يا دوب الميه البلد ربعها ميه، والبلد جوه مفيش ميه خالص في البلد. احنا مش عايزين تجري عليها اكتر من الصرف الصحي بس اللي احنا عايزينه منه، لان البلد دي عايشه على بركه ميه ومصيرها هتقع. الكهرباء بتقطع على طول يعني، وحاجات والشوارع مش نظيفه برضو يعني زي كده، وفي حاجات كتير قوي يعني لسه مش عامل لنا حاجه. نرجو منا عايزين صرف صحي، وعايزين ما نظيف، وعايزين شارع بلدنا يبقى نظيف، ومش في زهو الجزيره تنضف فيها زباله وفيها حاجات تبقى نظيفه. وفي حاجات مهمله كتيره في البلد، زي اول حاجه طبعا الترعه اللي كليتنا بنعتبر المواشي بتشرب منها، بيرموا فيها الخزالات اللي عاملينها في الارض دي مكان الصرف الصحي، اللي هو المفروض الدوله تعمله لنا من سنين طويله ما اتعملش لحد دلوقتي، فبيعملوا خزالات في الارض فبينزحوها اللي هي بالجرارات والحاجات ديت ويرموها في الترعه، والترعه دي طبعا بتسقي الاراضي وتسقي المواشي، فدي بتعمل لنا فشل كاري وبلاوي الليله والاطفال. احنا مجموعه من المعلمين في شغالين في التربيه والتعليم متعاقدين، جالنا قرار تعسفي نقل من اداره فؤوس التعليميه لاداره الحسينيه. صراحه اول ما لجانا ليه وقف جنبنا ما تاخرش عننا خالص. احنا عندنا في قصور كتيره جدا في البنيه التحتيه، سواء في المدارس او في الطرق او في الشبكات الموجوده بتاعت الصرف الصحي، او في ميه الشرب اللي احنا بنعاني فيها من شهر رمضان اللي فات حتى هذه اللحظه. الميه بتتقسم على بلادنا بالتناوب، استاذ محمد سعد في حاجات كتير، وخاصه المحطه الجديده بتاعت ابو شلبي. تقدمنا بكذا شكوى لسياده النائب عن مستشفى فؤوس العام بدون خدمات وبدون ادويه، تمام، وتقدمنا برضه بان احنا بنعاني من مشكله المحرقه بتاعت فؤوس، حميات فؤوس ان هي بتطلع ادخنه تعتبر شبه مسرطنه، لانها بتحرق جميع نفايات مستشفيات فؤوس الخاصه والعامه. قريه كفر العطار ما فيهاش ولا مدرسه ولا طرق بايظه، وما فيهاش مركز شباب ولا اي مصلحه حكوميه فيها خالص، والانابيب برضه ما بتوصلناش ولا اي حاجه من دي بتيجي. البلد محرومه من حاجات كتير، محرومه من ميه، ومحرومه من صرف صحي، ومحرومه من املاك امريه، الاماكن اللي احنا واقفين عليها دي املاك امريه. المتر اجى في 2010 مسعر ب 85 جنيه. عملنا التماس كان احنا كنا اعضاء مجلس محلي، عملنا التماس للسيد المحافظ عشان يخفض الثمن عن ال 85، تفاجئنا ان رد الفعل رد علينا ان سعر المتر 185، ده احنا متضررين من ال 85 اصلا.